الأولى مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز العناوين. دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مكسب دبلوماسي يكرس سيادة المغرب على صحرائه، موقف بناء ينسجم مع الشرعية الدولية بزخم دبلوماسي. الإنذار المبكر والعمل المبكر شعار الاحتفاء باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وهو مناسبة لإبراز دور المرافق الوطنية للأرصاد الجوية في تحسين نظم الإنذار والحد من مخاطر الأحوال الجوية في ظل التغيرات المناخية. قلة التساقطات المطرية كانت وراء التراجع الكبير الذي عرفته نسبة ملء السدود الرئيسية على مستوى جهة مراكش أسفي، مما يستدعي اتخاذ تدابير واعتماد مخططات استباقية. النموذج من سد للا تكركوست بإقليم الحوز. مستهل هذه النشرة بملف العلاقات المغربية الإسبانية، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس الشيوخ الإسباني أن الهدف من قرار الحكومة الإسبانية دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية هو المساهمة في إنهاء النزاع المستمر منذ أزيد من 46 عاما، مؤكدا أن إسبانيا حظت حظوة قوى عالمية أخرى أيدت المقاربة المغربية. وأضاف أن القرار يندرج أيضا في إطار دعم مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. من جهة أخرى شدد السيد ألباريس على أهمية العلاقات مع المغرب، مؤكدا أن العلاقة مع جارتنا الجنوبية أساسية من حيث تدبير مكافحة الإرهاب. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز أن الحكومة الإسبانية التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية بمثابة الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف حول الصحراء المغربية راضية عن خلاصات الإطار الجديد للعلاقات مع المغرب. وقالت خلال ندوة صحفية في ختام اجتماع لمجلس الوزراء: ندشن مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب، أهم شيء هو التوجه نحو المستقبل وعدم النظر إلى الماضي. نحن راضون عن هذا الاتفاق الذي يعني إعادة العلاقات الدبلوماسية مع بلد جار واستراتيجي بالنسبة لإسبانيا. وشددت المسؤولة الإسبانية على أن هذا الإطار الجديد للعلاقات الثنائية الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر واقعية لتسوية قضية الصحراء هو بشرى سارة بالنسبة لإسبانيا، موضحة أن الحكومة تحرص على المصلحة العامة للبلاد. وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلى أن الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا، مؤكدة أن المغرب هو حليف استراتيجي نحافظ معه على علاقات إنسانية تاريخية جغرافية واقتصادية. أكد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم أن دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء يندرج في إطار رغبة مدريد في التطلع إلى المستقبل وبناء علاقة ثنائية تواكب القرن 21. وأكد الحزب في وثيقة بعنوان أهمية علاقات إسبانيا مع المغرب أنه من الضروري إقامة علاقات متينة ومستقرة مع بلد جار وشريك استراتيجي مثل المغرب، وذلك من أجل استقرار أمني وازدهار كلا البلدين. نتابع تصريح المتحدث باسم الحزب الاشتراكي العمالي. Y eso es lo que seguimos manteniendo y lo que decimos es que la propuesta que ha hecho Marruecos de ese plan de autonomía. وهذا ما نواصل قوله، ونقول إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 وقالت عنه أكثر من 40 دولة بأنه أساس جدي وذي مصداقية، وهو ما قاله رئيس الحكومة الإسبانية الذي له الصلاحيات في قرارات السياسة الخارجية.
improvisada ni una decisión. إنه ليس قرارا اعتباطيا وليس وليد اللحظة. إنه موقف عبرنا عنه سنة 2008 وسنة 2012 وسنة 2015، وهو ما يعني أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو مقترح جاد وواقعي وفعال ومثالي، وهذا هو موقفنا الذي عبرنا عنه. Nos parece serio, que nos parece riguroso y que puede ser realista y viable. Y esa es una posición, como digo, que ya manifestamos y que a día de hoy volvemos a manifestar. الموقف الجديد لمدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي والذي اعتبرها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. فمن واشنطن إلى مدريد مرورا ببرلين وباريس وعواصم أخرى مؤثرة في الساحة الدولية، يكتسب مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية المزيد من الزخم. محمد رضا العبيدي. مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، أساسها ثقة، وضوح، احترام متبادل، ووفاء بالالتزامات. مرحلة عنوانها الأبرز المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. خطوة إسبانية كانت محط إشادة واسعة. نحن المملكة المغربية على هذا الاعتراف اللي اعترفت إسبانيا مجددا بمغربية الصحراء، وهذا الحقيقة جفرته وحنا نثمنوه. رئيس حكومة إسبانيا في هذه الحالة اللي إذا هو بأنه أعطى تصريحات على الخارجة للحكم الذاتي وتصريحاته، هذا الشيء احنا ننتظره سابقا من الحمد لله من العهود الأقدام اللي عهد لباته لباته مع البيعة المغربية الشرعية. الدبلوماسية المغربية على تصريح اللي جاءت به الحكومة الإسبانية فيما يخص الحكم الذاتي كحل أمثل والجدي لحل مشكلة أو ملف قضيتنا الوطنية، طبعا احنا جد مسرورين. هذا ما جاء عن فراغ، جاء عن ثمرة دبلوماسي، مجهود دبلوماسي الدبلوماسية المغربية تحت السيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذن هذا موقف اتخذته إسبانيا وكان منتظر منها عن هذه توفوا ولا يجوا وحدين مرها. التاريخ والجغرافيا والجوار والمصالح المشتركة عناصر تستحضرها إسبانيا وهي تبني علاقة جديدة مع المغرب. دولة مجاورة كإسبانيا وحليف استراتيجي اليوم كذلك إسبانيا، حتى هي موقفها من موقف الولايات المتحدة الأمريكية باعتراف مغرب الصحراء، ونحن كنثمنوا هذا 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 الاعتراف. فرحان بهذا القرار الشجاع للحكومة الإسبانية الجارة في قضية الصحراء، وخصوصا الحكم الذاتي للمغرب كحل نهائي لهذا النزاع. من واشنطن إلى مدريد مرورا ببرلين وباريس وعواصم أخرى عبر العالم، يراكم مقترح الحكم الذاتي زخما متناميا، مرده قضية عادلة، دبلوماسية تعمل في هدوء، الشرعية، ودعم غير مسبوق. الصحراء المغربية أنا من قديم مخلينها الأجداد البياع الملوك العلويين من عند إدريس الأكبر إدريس الأصغر إلى اليوم، وهذه ما مشكك فيه، إحنا ما نشاكين فيه، إحنا ناس من ناس التاريخ وباتنا وعين عليه ذاك التاريخ، ولا أنت محل لا عليه. وحامدين مولانا على دولتنا وعلى ناسنا وعلى اللي جبرنا فيها من الخير، ورانا حامدين مولانا وموافقين على هذا الشيء داروا الحكم الذاتي. هذا القرار اللي تاخذه إسبانيا دريك، هذا احنا نأيدوه بأنه جاي في صالح المغرب، وشي جاي في صالح المغرب احنا نأيدوه حكم ذاتي، لأنه لا هو قاعد لي لا هو اللي لا هو لا هو اللي في صالحنا هو اللي ندوره. الدولة الإسبانية على قرار اللي اتخذت في هذا قرار الحكم الذاتي اللي مأيده سيدنا محمد السادس نصره الله وأيده، احنا أعطانا حكم ذاتي في هاي المنطقة وإحنا موافقين عليه.
الموقف الإسباني بخصوص قضية وحدتنا الترابية من شأنه فتح آفاق جديدة ليس فقط لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل، لكن أيضا لرفع التحديات المشتركة وبناء مستقبل يجني ثماره شعب البلدين والمنطقة برمتها. ولمواصلة الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العيون السيد عبد الله الصالحي أحد شيوخ القبائل الصحراوية. مرحبا بك سيدي. إذا الزخم الدبلوماسي تواصل في ملف قضية وحدتنا الترابية، إسبانيا بدورها تفتح صفحة جديدة مع هذا الملف من خلال إعلانها الصريح بكون المبادرة المغربية المتعلقة بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. سي صالحي، كيف قرأتم مضمون وفلسفة هذا الموقف الجديد الذي عبرت عنه مدريد في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس؟ هذه الرسالة التي وجهها الرئيس الحكومة الإسباني هي أتت بعد المغرب سار في الطريق بوضوح وصراحة وصرامة بالنسبة للقضية الوطنية. اليوم نثمن الدبلوماسية المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة. هذه الدبلوماسية التي كانت انتصارات قبل الاعتراف الأمريكي وبعد الاعتراف الأمريكي تتوالى الانتصارات الدبلوماسية المغربية بالسياسة الحاكمة لصاحب الجلالة. اليوم بهذا الموقف الداعم للحكم الذاتي تكون إسبانيا قد أسست بناء جسر التواصل الذي سيربط أوروبا بإفريقيا، بحكم أن إسبانيا هي بوابة أوروبا والمغرب هو بوابة إفريقيا. وهذه الانتصارات المتوالية هي جهد والموقف الذي والصمود الدبلوماسية والمملكة المغربية في مواقفها في القضية الوطنية التي لا نقاش فيها، وهذا هو الانتصار. واليوم يثمن انتصار الدبلوماسي المغربي. نعم. المغربي. نعم. طيب إلى أي حد يشكل كل ما ركمه المغرب في قضيته العادلة تجسيدا عمليا لعزلة الجزائر وصنيعتها البوليزاريو في خضم هذه التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية؟ الجزائر هي التي عزلت نفسها، لأن الجزائر هي موقفها موقف مقامر، هي تقامر بمصالحها مع الدولة الإسبانية ومع الدول الأوروبية. هي التي قطعت الغاز عن إسبانيا، هي التي أرادت أن تدخل في ما لا يعنيها، لأن قضية الصحراء لا تعني الجزائر. الجزائر دولة ملاحظة ودولة في الأمم المتحدة، هي في الأمم المتحدة تقول بأنها دولة ملاحظة وليس لها علاقة بقضية الصحراء، وهي الآن تسحب سفيرها من إسبانيا. لماذا؟ لأنها ستكون هي مشتركة في الجريمة التي أسميها أنا الجريمة البطوشية. هذه الجريمة التي اشترك هي وإسبانيا طعنوا المغرب، ولو أنهم لم يحترموا الجوار، المغرب دائما يحترم الجيران، هم طعنوا المغرب. وحينما اعترفت إسبانيا، لأن هناك ثلاث أنواع من الاعترافات بمغرب الصحراء، هناك الاعتراف على الشاكلة الأمريكية، وهي أن اعتراف رسمي وسميته تأسيس قنصلية في مدينة الدخلة. ثانيا هناك الاعتراف التجاري كاتفاقية التجارة مع بريطانيا، وفيها اعترافها بالأقاليم الصحراوية أنها أقاليم مغربية لأنها داخلة في اتفاق التجارة، وهذا نوع آخر من الاعتراف بمغرب الصحراء وسيادة المغرب. ثانيا هناك الاعتراف الثالث، وهو أن من اعترف بالحكم الذاتي هو يعترف بالمغرب الصحراء، وهذا ليس شيء جديد، لأن السياسة صاحب الجلالة وقالها صريحة في خطابته، كانت هناك رسائل إلى الدول، جميع الدول التي تشارك المغرب اقتصاديا أو الدول الشريكة للمغرب، أن الموقف المغربي ثابت، بأن هو أن الرسائل التي ذهبت من الدول الخليج، من كان المؤتمر الأخير الدول الخليج، وكان في الرسائل إلى الدول الأوروبية، الآن ستتوالى الاعترافات وستكون إيطاليا، لأن بعد يومين سمعت تصريحا لوزير الخارجية السابق الإيطالي بأن حتى إيطاليا فهي ستكون بعد الإسبان، لذا الاعتراف ستتوالى، وهذا انتصار حق
ليس انه شيء اخر، لان الصحراء مغربيه ومن يعتدي عليه والسياسه التي تنتجها الجاره الجزائريه هي سياسه فاشله، سياسه ليست سياسه التاجر بل هي سياسه المقامر، هي تقامر بسياستها. ونتمنى ان ذلك الشعب الجزائري انه ينحي هذه الحكومه التي تسير به الى الهاويه. اما المغرب الحمد لله هو مغرب ثابت في مواقفه وفي صرامته وصراحته بالنسبه للقضيه الوطنيه، لا رجعة فيها كما قال صاحب الجلال، لا مفاوضة على الصحراء ولا شيء. الصحراء واضحة. السيد عبد الله الصالحي أحد شيوخ القبائل الصحراوية، شكرا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من مدينة العيون. وعشرين مارس من كل سنة هو يوم الاحتفاء باليوم العالمي للأرصاد الجوية، يوم تقرر تخليده منذ عام 1950، وشعاره هذه السنة الإنذار المبكر والعمل المبكر، وهو مناسبة لإبراز دور المرافق الوطنية للأرصاد الجوية في تحسين نظم الإنذار المبكر. وروبورتاج لبوشعيب العماري وأحمد الحمري. في ظل الاتجاه السلبي للتغيرات المناخية والظواهر الجوية القصوى التي أصبحت تشكل تحديا وواقعا ملموسا في اليقظة الدائمة وضرورة الانتقال من مفهوم إدارة الأزمات القائم على رد الفعل إلى مفهوم إدارة معرفة المخاطر المعتمدة على التوقعات العلمية الاستباقية، يلزم العمل المبكر. هذه السنة اختارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية شعار الإنذار المبكر والعمل المبكر باعتباره يمكنها من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصالح الأرصاد الجوية على الصعيد العالمي، وهي المساعدة على حماية الأشخاص والممتلكات. ولتوفير أدق المعلومات الرصدية، تسخر المديرية العامة للأرصاد الجوية أحدث الآليات والتقنيات التي يسهر عليها طاقم تقني عالي الكفاءة، مع وضع نظام جديد لليقظة على مستوى الجماعة. فعلا في إطار هذه الاستراتيجية ديالها ديال معرفة وتوقع المخاطر لأجل تقديم هذه النشرات الإنذارية على مستوى الجماعة وكذلك توقعات على مستوى الجماعة، فهي سخرت لذلك عدة وسائل، منها حاسوب عملاق الذي اقتلته في بداية هذه السنة اللي هو أمطار، اللي كيقوم بعملية حسابية قوية تقريبا مليون مليار عملية في الثانية، وكذلك تطوير حتى الموارد البشرية اللي تقوموا بالسهر الرصدي وكذلك توقع وإعداد نشرات إنذارية وكذلك حتى تقارير المناخية اللي كنحتاجوا لها في هذا الإطار ديال التغيرات المناخية اللي أصبحت واقع. التكيف مع التغيرات المناخية أصبح أولوية قصوى، واعتماد نظم الإنذار المبكر فرض نفسه كوسيلة ناجعة لهذا التكيف، كونه يفضي إلى عملية استجابة سريعة لتفادي مخاطر الكوارث الطبيعية. نواصل بأحوال الطقس، حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي بأن أمطارا قوية محليا رعدية وتساقط ثلوج وهبات رياح قوية ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة إلى غاية يوم غد الخميس. التساقطات المطرية ستتراوح ما بين 15 و30 ملمتر بحسب المناطق، وستهم تساقطات ثلجية سمكها ما بين 15 إلى 60 سنتيمتر أقاليم تازة وإفران وصفرو وابن ملال وخنفرة والحسيمة والحوز وميدلت وقرسيف. كما ستهب رياح قوية سرعتها من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة بمناطق فيجيج وجرادة ووجدة أنقاد ورشيدية وبولمان وميدلت. التساقطات المطرية الأخيرة لها وقع كبير على النشاط الفلاحي بإقليم اليوسفية، إقليم يعيش على الزراعات الموسمية وتربية الماشية. الروبورتاج من الجماعة الترابية جنان بزكية بلقاس وعبد الغني الطهراوي. ارتوت الحقول وانتعشت الآمال مع الأمطار الأخيرة، تساقطات جاءت بعد طول انتظار، وسيكون له الأثر الكبير على الفرشة المائية والأنشطة الزراعية بالجماعة الترابية جنانبويه. هاد الشتاء اللي طاحت مزيان البيير، يدور الماء في البيير مزيان، والنطافي اللي كاينين في البادية في العروبية
ومزيان الزيتون ومزيان الكرم. الأشجار المثمرة ستستفيد بشكل ملحوظ من هذه الأمطار والتي ستسهم أيضا في تخفيف أعباء مربي الماشية. جاتنا الشتاء زينة وغد نفعنا على بهيمات، بهيمنا كانوا مكرفصين وكل شيء، والدعم اللي غيعطينا سيدنا راه غينفعنا بهيمنا وكل شيء. قليص المصاريف اللي كانت عندهم، لان كانت جل كانوا كيشريوا الالاف، يشريوا جل الاحتياجات ديال الماشيه. الان الحمد لله بعد هالتساقطات كل شيء فرحان. كما نتمنى الرعايه الساميه الملكيه ديال سيدنا الله ينصره بتخصيصه البرنامج الاستعجالي. ويرتقب أن يعرف المخزون المائي بإقليم اليوسفية بعض الارتفاع جراء هذه التساقطات والمتواصلة خلال اليومين القادمين. تراجع كبير عرفته نسبة ملء السدود الرئيسية على مستوى جهة مراكش آسفي، حيث لم تتجاوز 42% إلى غاية 18 مارس الجاري. النموذج من سد للا تكركوست الذي لم تتعد حقيناته 27%. سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. في ظل تراجع منسوب مياهه بسبب نقص التساقطات المطرية، تعزز الاهتمام بسد للا تكركوست من خلال زيارات تفقدية. إيثار المهندسة المختصة وفريق العمل بالسد يجوبون كل مرافقه ويعينون تجهيزاته وآليات اشتغاله. يتم تزويد ديال مدينة مراكش والمراكز التابعة لها بالماء الشاروب عبر جوج ديال المركبات المائية. كاين المركب المائي ديال الخضر اللي كيتكون من جوج ديال السدود اللي هما السد ديال الحسن الأول وسد سيدي إدريس، وكذلك المركب ديال النفيس اللي فيه جوج ديال السدود ايضا اللي هو سد يعقوب منصور وسد للا تكركوست اللي كنتواجدوا فيه اليوم. اذا مع الاسف مع ضعف التساقطات المائيه اللي كانت في هاد الشهور الاخيره، هاد الشيء اثر على الواردات ديال السدود واللي خلى عندنا عجز كبير بالنسبه للمخزون ديال المائي بهاد السدود. من إيجابيات منظومة تزويد مراكش بالماء الشروب تعدد مصادره، ففي حالة حصول عجز على مستوى مركبي الماء الخاصين بالمدينة اللذان يشملان 4 سدود هي سد الحسن الأول، سيدي إدريس، يعقوب المنصور وللا تكركوست، يتم استخدام المياه من سد مولاي يوسف المخصص أساسا للسقي الفلاحي. هاد السنه ان شاء الله غادي تزادنا مصدر رابع ديال الماء الشروب لمدينه مراكش اللي هو سد المسيره. اذا القناه اللي تجي من سد المسيره هي في المراحل التجريبيه الاخيره ديالها، وان شاء الله غادي تدخل في حيز زعما العمل في القريب الاجل، وحنا كنعتمدوا عليها هاد السنه ان شاء الله من اجل التزويد بالماء الشروب ديال مراكش. 80 مليون متر مكعب كميه مياه الشرب التي تستهلك سنويا على مستوى مراكش والمراكز التابعه لها، مياه يتطلب توفيرها من الآن فصاعدا، وعيا حقيقيا لدى المستهلكين من المواطنين بكيفية اقتصاد الماء، إلى جانب ما تبذله الدولة من مجهودات في هذا الباب. ومن إقليم الحوز ينضم إلينا مباشرة السيد محمد شتيوي المدير بالنيابة لوكالة الحوض المائي تنسفت. مرحبا بك معنا. إذا بداية، كيف هي وضعية حقينة السدود الرئيسية على مستوى جهة مراكش آسفي مقارنة مع بقية جهات المملكة؟ أولا في البداية أود أن أشير أن المقارنة غالبا في مجال الموارد المائية تكون على صعيد الأحواض المائية وليست على صعيد الجهة. ومع ذلك دونك بالنسبة لحوض تنسيفت نسبة الملء حاليا إلى غاية اليوم تصل إلى 44%، وهي النسبة الثالثة على الصعيد الوطني، إلا أنه يجب التركيز على أن حقينات السدود بالحوض تنسيفت ليست بكبيرة. وعلى سبيل المثال فنسبة ملء سد المسيرة هي 6.5%، ولكن الحجم المائي المتواجد فيه هو يفوق مجموع الحجم المائي بالسدود بحوض تنسيفت. بالنسبة للسدود التي تهم الجهة فنسبة الملء تصل إلى 28% بما فيها الأربع سدود التي تزود مدينة مراكش أو سد مولاي يوسف الذي خصص هذا السنة للماء الصالح للشرب عوض الفلاحة. طيب كيف تقومون بتدبير إشكالية انخفاض نسبة ملء السدود خاصة منها تلك المزودة لمدينة مراكش والمراكز التابعة لها بالماء الشروب، وما هي الوسائل البشرية واللوجستية المسخرة لذلك؟ آه
كما تعلمون ان المغرب كان من السباقين في لاصدار قوانين تشريعيه في هذا المجال، فالمنهجيه لتدبير حاله الخصاص هي مقننه بمقتضيات القانون المائي 36/15، والذي يتم تفعيل عددا من المقتضيات، منها اللجنة الإقليمية والعمالاتية التي تسهر على وضع مخططات يتم التوافق عليها مع كل المستغلين للموارد المائية والسهر على تنفيذها. فبالنسبة للإشكالية ديال الانخفاض، كما قلت بأن نسبة الميل إلى السدود التي تساهم في تزويد مراكش الكبير نسبة الملء هي 28%، وقد تم وضع برنامج عمل من طرف لجنة اليقظة التي يترأسها السيد الوالي، حدد عددا من المحاور أهمها تقوية الموارد المائية خاصة من المياه الجوفية أو استقبال مياه سد المسيرة. ثانيا تدبير الطلب المائي، وهذا هو محور مهم والذي نقوم بالعمل على أجل إنجاز دراسة من أجل تدقيق استهلاك الماء بعدد عدد من المؤسسات، سيصل عددها إلى 100 مؤسسة عمومية، وستكون هذه الدراسة كنموذج على الصعيد الوطني من أجل بلورة برنامج اقتصاد يهم جميع مجالات المجالات الاقتصادية أو السياحية أو الصناعية، وكذلك حتى في الاستعمالات المنزلية. طيب سيد الشتيوي، شكرا لك على هذه المساهمة، كنت معنا مباشرة من إقليم الحوز. وفي إطار الاحتفاء باليوم العالمي للماء، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية زيارة لتلامذة مؤسسة تعليمية لسد تمسنة، زيارة تدخل ضمن مشروع أسبوع أقسام الماء، والهدف توعية الناشئة بأهمية الحفاظ على الموارد المائية. فتح أم غار مصطفى ودا وإدريس بدو. سد تمسنع شكل وجهة لزيارة التي قام بها تلامذة المؤسسة التعليمية المحمدية، وذلك يندرج ضمن برنامج مشروع أقسام الماء الذي نظمته وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية، والهدف توعية الناشئة بأهمية الحفاظ على الماء من خلال الاطلاع عن قرب على هذا المورد والمزود الرئيسي للماء الصالح للشرب للأقاليم المجاورة. بالنسبة لنا ماشي غير طفل واحد اللي كنستهدفه، ولكن من خلال كل طفل عندنا على الأقل واحد أربعة ديال الناس على الأقل، والهدف ديالو هي تعريف بأهمية الماء، تعريف بالمراحل اللي كيدوز منها الماء قبل ما يوصل عندهم البيوت ديالهم. بالنسبة لهذه السنة عندنا خصص في المياه، حقينا السدود سيغتو هذا ست تمسنا كتعرف واحد الخصص تقريبا واحد 40% مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا كيخلينا احنا يعني نبدلوا واحد المجهود اكثر باش نحافظوا على هذا الماء اللي عندنا، خصوصا ان هذا السد يعني المياه اللي كيتوفر عليها من ديور الشرب. وخلال هذه الزيارة الميدانية قدمت للتلاميذ شروحات وتوضيحات عن الدور الفعال لهذه المنشأة المائية. استفدنا أن الماء هذه لهذا السد كيتم التصفية ديالو كيولي نظيف وتيدوز الروبينيات، هالشي بعدا أنا ما كنتش عارفه. استفدت يمكن لينا اقتصادو بالماء إلا بغينا نغسلو سناننا بالفرشاش والمعجون، يمكن لينا ناخدو كوب ديال الماء. الرسالة والغاية والهدف الكبير من وراء هذه الزيارة هذه ومن وراء هذا الأسبوع كامل هذا هو أننا نوعي الوليدات ونحسوهم بأهمية الثروة هذه، وكذلك نبعدهم على كل السلوكات السلبية اللي ممكن أنها تدمر لنا الثروة هذه. التواصل والتحسيس خلال أسبوع أقسام الماء هي واحدة من التدابير المتخذة لترشيد استعمال المياه والحفاظ على الموارد المائية طبقا لشعار اليوم العالمي للماء، المياه الجوفية جعل غير المرئي مرئيا. دوليا، الأزمة الأوكرانية الروسية متواصلة، نتابع مستجداتها في تقرير مريم العوفير. بعد شهر تقريبا من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما تزال مدينة ماريوبول تحت النار والحصار، ويعيش ما تبقى من سكانها أوضاعا إنسانية صعبة. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، حذر اليوم من أن حوالي 100,000 شخص محاصرون بين أنقاض ماريوبول في ظروف غير إنسانية، بدون طعام وماء ودواء وتحت قصف مستمر.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني من جهتها كانت قد تحدثت عن ضرورة فتح ممرات إنسانية مع توفير كل الوسائل اللوجستية لإجلاء جميع السكان من ماريوبول. دبلوماسيا، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بإغراق أوكرانيا بالأسلحة من خلال الشحنات الموجهة إليها، متهما واشنطن بعرقلة المباحثات التي وصفها بالصعبة بين موسكو وكييف، ومعربا عن أسفه من العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده. هذه العقوبات اعتبرها المستشار الألماني أولاف شولز فعالة وستسبب مزيدا من الأضرار لاقتصاد روسيا. شولز اليوم وأمام البوندستاغ دعا روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن كييف يمكن أن تعتمد على مساعدة ألمانيا. وعلى صعيد متصل، وصفت بكين اليوم روسيا بأنها عضو مهم في مجموعة العشرين، وذلك بعدما دعت واشنطن إلى استبعاد موسكو من القمة المقبلة للمجموعة عقب أزمتها مع أوكرانيا. في حادث تحطم طائرة الركاب الصينية التي كان على متنها 132 شخصا في منطقة غوانغشي جنوب الصين يوم الاثنين، أعلن مسؤول من الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني أنه لم يتم العثور حتى الآن على ناجين بعد، وأن رجال الإنقاذ يستكشفون موقع التحطم ويبذلون قصارى جهدهم لتحديد موقع الصندوقين الأسودين. المسؤول الصيني يضيف أنه بناء على المعلومات المتوفرة ليس لدى السلطات حتى الآن دليل واضح على سبب تحطم طائرة الركاب، وأن التحقيق صعب للغاية لأن الطائرة تحطمت بشدة. تجسيدا لأدوار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كمرفق عمومي يساهم في تشكيل الوعي الجماعي والتربية على قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان، تنظم لجنة المناصفة واليقظة بالمؤسسة أول لقاء لها بعد سنتين من التوقف بسبب ظروف الجائحة، يخصص لتعميق التفكير حول الأعمال الدرامية الوطنية وتمثلات صورة المرأة في المخيال الجماعي، التأثير والتأثر. لقاء ينظم بالرباط بالتعاون مع مديرية التواصل والعلاقات المؤسساتية وبمشاركة العديد من الفاعلين في مجال الدراما. لطيفة بن حليمة ومحمد تونينا. هذا المحترف يأتي انسجاما مع روح ميثاق المناصفة الذي أرست مبادئه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل تحسين صورة المرأة في الإنتاجات الإذاعية والتلفزية، وهو حوار مفتوح مع مختلف الفاعلين من أجل التحسيس بقيم المناصفة في الدراما التي تؤثر بشكل قوي على وجدان المتلقي وعلى الوعي الجماعي. نحن اليوم كنفتحوا هذا المحترف مع المبدعين ديال هاد الدراما اللي في اللي كاين باش نخلقوا واحد جوج صور ديال التواصل وواحد التفكير الجماعي حول هاد الموضوع، وهذا هو الدور ديال لجنه المناصفه، هو انها تفتح هاد المحترفات، محترفات التكوين، محترفات النقاش، محترفات التفكير الجماعي حول هاد القضايا اللي كتهم قيم المناصفه والمساواه ودعم صوره المراه في وسائل الاعلام. يعتبر هذا اللقاء تجسيدا للنهج اللي دابت عليه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تفعيلا الفصل 13 من الدستور المنادي بالمساواة، وبالتالي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إدارة وعاملين الحمد لله غاديين في هذا المجال بالرغم من التأثيرات الاجتماعية ومن الرواسب. العديد من صناع الدراما يلتئمون في هذا المحترف في محاولة لتجاوز المعالجة النمطية والصور السلبية عن المرأة وأدوارها التقليدية إلى معالجة أكثر استحضارا لقيم بديلة تحترم المناصفة والعدالة والكرامة. تنظن بأن الصورة ديال المرأة في الدراما التلفزيونية تحسنت كثير، وتنظن خص عاوتاني نكثروا المجهودات وهنا تنظن بان خصها تكون من القاعده، بحال من تيتحط المشروع خص تكون ماشي رقابه ولكن تكون ياخذوها بعين الاعتبار
أنا كممثلة من منبري كممثلة أحيانا كنشوف أنه كاين واحد الميز كذلك من ناحية كتابة الأدوار كتجي بعض المراحل اللي كنلاحظوا حنا كفنانين كممثلين أنهم كيتكتبوا أدوار بطولة ورئيسية للرجال أكثر وكتكون المرأة في القصة أو في المسلسل كتكون غير بحال لتكملة يعني كتكون بحال فيغوراسيون ولا شي حاجة. الدراما فيها كل شيء المواضيع حتى تناولت مثلا واحد المثال سيء لان كاين كما الرجل كما المراه كاين امثله سيئه كما كاين امثله جيده الا خديناها ما ناخذوهاش فقط من اجل استدرار المشاعر او من اجل الضحك المبتدا وانما من اجل التوعيه من اجل تغيير السلوك من اجل تغيير النظره ومن اجل الانفتاح على نماذج جيده. هذا اللقاء يكتسب أهميته من كون صناع الدراما لا يشكلون مجرد ناقلين للواقع باختلالاته وظواهره السلبية وإنما لكونهم حاملين لرسالة التوعية والتنوير وتصحيح التمثلات الذهنية الخاطئة والأفكار المتجاوزة بما فيها المرتبطة بوضعية المرأة ومكانتها في المجتمع. ومعنا اللحظة مباشرة من الرباط السيد سعد شريبي مخرج تلفزيوني وسينمائي، مرحبا بك. في البداية كيف ترون صورة المرأة المغربية في الوقت الراهن في المشهد الإعلامي وفي الأعمال الإبداعية بشكل خاص؟ مساء الخير، شكرا. في اعتقادي كنا دائما كنقولوا أن صورة المرأة في المشهد الإعلامي أو في التلفزة أو في السينما هي عادة كتعكس صورة المرأة في المجتمع، واعتقد أن هذا التحديد هذا غير كافي. في اعتقادي أن اللي كيصنع الصورة دي المرأة في المشهد الإعلامي هو من يتكلف بهذه الصورة، بمعنى من يكتب سيناريو لشخصيات نسائية، من المخرج اللي كيقوم بإخراج فيلم تلفزي أو سينمائي أو عمل درامي بصفة عامة حول شخصية نسائية، هما اللي كيتحملوا المسؤولية ديال ما هي نوعية الشخصية التي يتكلمون عنها لكانت نسائية أو رجالية مثلا. إذن يعني المهم المستقبل هو كيف ننظر نحن كمبدعون ككتاب سيناريو كمخرجون لهذه الوضعية ديال المرأة في المجتمع المغربي. كنا دائما كنقولوا هي الحافز، هي المحفز، هي اللي كتكون، هي اللي كتطور، ولكن الطريقة باش كنتعاملوا مع هذه الشخصيات هي اللي بالنسبة لي مستقبلا خاصها يتعاد فيها النظر. طيب يعني سي شريبي، ما هو المطلوب الآن لتغيير الصورة النمطية للمرأة في الأعمال الدرامية؟ أولا في اعتقادي هو تحديد ما هي النمطية. أنا دائما كنقول على أنه النمطية ماشي هي الشخصية، النمطية هي طريقة تعامل المخرج وكاتب السيناريو مع الشخصية. أي شخصية ممكن تكون عندها المواصفات ديالها، مواصفاتها المجتمعية، ماشي غير المجتمعية بل أيضا الاقتصادية بل أيضا العائلية، ولكن كيف أنا كمخرج أو ككاتب سيناريو كنتعامل مع ديك الشخصية، واش كنقبض ديك الشخصية كيف ما كانت نوعها وكنطورها في إطار العمل ديالي، يعني كنحيد كنديها من نقطة ألف إلى نقطة باء إلى نقطة تاء إكسترا، وكيولي عندي واحد الشريحة اللي كتغير تدريجيا داخل العمل ديالي. هذا هو اللي أعتقد يقدر يكون عندنا حلول. أما إلا بقينا محبوسين غير في يعني هاد الشخصية هذا هو الموقع ديالها وممكنناش نزيدوا عليها، ما غاديش نزيدوا للقدام. لابد أن النظرة ديالنا اللي خصها هي اللي ولا تغير. نعم، سعد الشريبي مخرج تلفزيوني وسينمائي، شكرا لك على مساهمتك معنا ضمن هذه النشرة. كيفية التحدث إلى الجمهور واكتساب الثقة بالنفس، مواضيع ورشات تؤطرها سعاد أبوت خبيرة التواصل والثقافة لفائدة التلاميذ بغية تعزيز مهاراتهم التواصلية. ريبورتاج عبير الملوكي، مريم الميسي وحسن منظور. حصة دراسية استثنائية تنتظر هؤلاء التلاميذ بدون دفتر ولا حتى سبورة، التلاميذ لهم الكلمة. Excellent, on applaudit pas le micro à ta copine.
في مجموعات يتعلمون التعبير عن أنفسهم بطلاقة دون خوف من انتقادات الآخرين. هذه واحدة من أولى الورشات التي أحضرها، وكانت ورشة رائعة بالنسبة لي. كنت أفتقر إلى الثقة بنفسي من قبل، ولكن بعد حضوري لهذه الورشات أصبح لدي الآن مهارات تواصلية جيدة. أتعلم أن أثق بنفسي وأعطي رأيي، وهو الشيء الذي يجعلني أشعر بالرضا حقا. وراء هذا الأسلوب التعليمي المبتكر سعاد أبوت، خبيرة التواصل التي خلقت داخل هذه المؤسسة مساحة للتعبير والتفاعل لفائدة التلاميذ بغية تحسين مهاراتهم التواصلية. موضوع ورشة اليوم الثقة بالنفس، باعتبارها من الأدوات الأساسية في تنمية قدرات التلاميذ التعليمية. من المهم أن يتناول أطفالنا الكلمة من الآن، فهذا سيساعدهم لاحقا وسيجنبهم الخجل، سيكونون قادرين على التحدث أمام الجمهور بأريحية. هذه الثقة تجعل التلميذ قادرا على الإنجاز، قادرا على تأكيد نفسه ومعلوماته، وقادرا أيضا على اكتساب مهارات كبيرة، وبالتالي يدفع ذلك إلى طموحات أكبر. اعتماد طرق جديدة في التلقين تقوم على الدينامية والتفاعل كحال هذه الورشة التي لقيت نجاحا كبيرا واستحسانا وسط صفوف التلاميذ والأطر التربوية. في الميدان الرياضي نبقى مع لقطات في كرة السلة من اللقاء المرحلي بين الوداد والرجاء البيضاويين برسم الجولة الثانية للدور الممتاز الذي تميز بحضور جمهور غفير بقاعة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. أبل حق بهات والتفاصيل. في أجواء احتفالية رياضية وصاخبة أحيانا، التقى هنا بقاعة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء التقى فريق الوداد الرياضي بغارمية التقليدي فريق رجاء الرياضي في ديربي ساخن برسم لقاء مؤجل عن الجولة الثانية للبطولة الوطنية لقسم ممتاز في كرة السلة. هذا اللقاء الذي قاده الحكام محمد زياد الحسن دادة ومحمد بالخضر لم يرقى إلى مستوى تطلعات هذا الجمهور الغفير الذي شاهد هذه المقابلة، والتي انتهت بتفوق مجموعة فريق الوداد بمدربه مراد الفنجاوي اللاعب السابق لفريق رجاء الرياضي. فريق الوداد فاز في كل الأشواط 14 مقابل 7 في الشوط الأول، و29 مقابل 18 في الشوط الثاني، ثم 45 مقابل 28 في الشوط الثالث، ونهاية المقابلة بحصة 65 مقابل 43 لصالح فريق الوداد الرياضي. لاعبين شكر خاص الجمهور تاهو اللي دار الدور ديالو، كان بمثابة السند الحقيقي للفريق. كانوا وعدوهم بأننا غنبدلوا ما في الوسع ديالنا باش نكونوا إن شاء الله في المقابلات ديال البلاي أوف، وحد موفق لجميع الفرق. بالنسبة للاعبين ديالي ديال الرجاء البيضاوي درنا مجهود كبير، ولكن ضيعنا فرص ديال التسجيل. إن شاء الله غادي نشتغلوا في الأيام القادمة ونصلحوا الأخطاء ديالنا، وإن شاء الله ما يكون غير خير بحول الله. فوز فريق الوداد مكنه إذن من الاقتراب بالمقدمة عن مجموعة الجنوب، وذلك للمرور إلى منافسات البلاي أوف، فيما فريق رجاء الرياضي يحاول جاهدا الحفاظ على مكانته بالقسم الأول الذي عاد له بعد غيبة طويلة. إلى التذكير بالعناوين. دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة مكسب دبلوماسي يكرس سيادة المغرب على صحرائه. موقف بناء ينسجم مع الشرعية الدولية بزخم دبلوماسي. الإنذار المبكر والعمل المبكر شعار الاحتفاء باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وهو مناسبة لإبراز دور المرافق الوطنية للأرصاد الجوية في تحسين نظم الإنذار والحد من مخاطر الأحوال الجوية في ظل التغيرات المناخية.
قلة التساقطات المطرية كانت وراء التراجع الكبير الذي عرفته نسبة ملء السدود الرئيسية على مستوى جهات مراكش آسفي، مما يستدعي اتخاذ تدابير واعتماد مخططات استباقية، النموذج تابعناه من سد للة كركوس بإقليم الحوز. شكرا لكم على المتابعة، وطابت أوقاتكم بكل خير.